السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العبودية لله والاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقيقية، وهي الموصلة إلى الحياة السعيدة الأبدية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. العبادة شأنها والله عظيم، إنها الغاية التي خلق العباد من أجل تحقيقها، فأي علم يفوق العلم بها؟ إن هذا الموضوع يتعلق به فقه النفيس، وهو من العلوم المتأكدة التي يغفل أكثر الناس عنها مع الأسف الشديد. وهذه الدقائق سأسوق فيها بعون الله سبحانه 10 قواعد، وفي تضاعيف الكلام عنها قواعد أخرى نحوها. المسلم محتاج إلى التفقه فيها والعلم بها حتى يفهم موضوع العبادة على الوجه الذي ينبغي. القاعدة الأولى: العبادة هي ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. وقد عبر شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة بقوله في تعريف العبادة: إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. إذن لا يكون الفعل عبادة إلا إذا كان محبوبا لله سبحانه، قد أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو استحباب. والأمران على كل حال متلازمان، فما أحبه الله من أفعال عباده فقد أمر به أمر إيجاب أو استحباب. وبناء على هذا، فإذا أردت أن تعرف هل هذا الفعل عبادة أم لا، فانظر إن كان مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاء الأمر به فاعلم أنه عبادة.